هل تعرفين يا ليدي ديفا أن لدينا أخوات صغار يشبهننا تماما؟ حقا؟ هذا مدهش، كيف أستطيع أن أحصل على أختي الصغرى؟ إنها موجودة في كرات LOL Surprise Series 1، إذا فتحنا أحدها ربما نجد أختنا. هل يمكنك أن تحضري لنا كرات LOL Surprise Series 1؟ أرجوك، نريد أن نجد أخواتنا. بالطبع، لقد أحضرت كرات LOL Surprise Series 1، وأتمنى لكم حظ موفق، لا يوجد لدي سوى كرة واحدة. أتمنى أن تكون أختي موجودة في هذه الكرة، وأنا أيضا أتمنى أن أجد أختي الصغرى. حظ موفق لكم أنتم الاثنتين، ولا تقلقوا، سأفتح المزيد من كرات LOL Series 1. ها هي الكرة، سأقوم الآن بفتحها. ها هو السحاب الصغير، سأفتح من هنا. هذه الكرة شكلها غريب، إنها لا تشبه أي كرة LOL Surprise فتحتها من قبل. لا ترى ماذا يوجد بها؟ أوه، يوجد بها هذا الكيس الوردي الكبير. هذه الأوراق أيضا، لم أفتح من قبل كرة مثل هذا الشكل. ما هذه الورقة؟ مرسوم عليها الديفا، ولكنها لا تبدو مثل اللعبة. توجد ورقة الملصقات هذه أيضا. هيا لنفتح الكيس الوردي لنعرف ماذا يوجد بداخله. ها قد فتحته. أوه يا إلهي، لا يوجد لعبة، إنها بازل، لعبة تركيب. كم أنا آسفة، لم أقرأ عليها. هذه كرة مفاجآت تحتوي على بازل، ولم أنتبه عند شرائها أنه لا يوجد بها أخت صغرى. أنا آسفة يا رويال بي، أنا آسفة يا ليدي ديفا، لم تحصلوا على أخت هذه المرة. أعدكم أن أقوم بشراء المزيد من الكرات ويكون بها أخت. لا تقلقي، أنا أحب البازل كثيرا وأحب ألعاب التركيب، وأنا أيضا أستمتع بتركيب البازل. لا تقلقي، سنركبها ونستمتع بها. هيا بنا لنقوم بتركيبها، نريد أن نعرف كيف سيكون شكلها. كم هذا ممتع. واو، قد انتهينا، ما رأيك؟ إنها جميلة جدا، أحسنتم، وبها أحرف الـ LOL. إذا ركزتم ستجدون هنا حرف الـ L، وهنا حرف الـ O، وأيضا يوجد حرف الـ آخر في الأعلى. الآن حان دورنا، نريد أن تفتحي لنا من ذوات الشعر الجميل. نعم نعم، لا يوجد سوى أنا ورينبو ريفر، نريد المزيد من صديقاتنا. حسنا، لقد أحضرت لكم كرة من ذوات الشعر الجميل، هل أنتم مستعدون لفتحها؟ ها هي هير جولز ويف 2، ها هو السحاب، سأقوم بفتحه الآن. توجد هذه الأوراق، ها هي ورقة الرسالة، ها هي ورقة الملصقات. سأقوم الآن بفتح السحاب الثاني. وجدت هذا الكتيب الصغير ويحتوي على هذه المرأة. عندما نفتح من الأعلى سيظهر لدينا أول كيس. ها هو الكيس. عند فتحه سنجد هذه التعليقة لنقوم بتعليق هذه العلبة، وأيضا هذه القطعة الصغيرة لتجلس عليها الـ LOL. هيا لنقوم بفتحها. ها هي ورقة الشخصيات، أنا أمتلك رينبو ريفر وسارة فقط. ها هي باقي الشخصيات الموجودة، أريدكم أن تركزوا على صور الشخصيات لأنكم ستحزرون الآن من هي اللعبة التي سأحصل عليها. هل تأملتم الشخصيات جيدا؟ الآن سنبدأ بفتح الأكياس، وستنظروا إلى الملابس وتحزروا من هي اللعبة. هيا لنبدأ بأول كيس. وجدت هذه النظارات، هل عرفتم من هي الشخصية؟ الآن سأجرب الكيس الثاني لعلنا نحذر. ها قد فتحته، ها هي الملابس، أنا لم أعرف بعد من هي، سأفتح أكياس أخرى. ها هو الكيس الثاني، لقد حصلت على هذا الحذاء البني الصغير، هل حذرته؟ هيا لنفتح كيس آخر، سيساعدكم على أن تعرفوا. وجدت أساور ذهبية صغيرة، يا ترى من صاحبتها؟ بقي هاتين اللفافتين، وهكذا نكون أنهينا كل الأكياس. يا ترى ماذا يوجد في هذه اللفافة؟ إنها زجاجة الحليب. ها هي زجاجة الحليب. الآن لنفتح اللفافة الثانية ونرى ما بها. هل حذرتم من هي؟ يوجد هذا المشط الصغير. ها هي كل أغراضها وملابسها، أعتقد أني عرفت من هي، ولكن دعونا نتأكد معا. هيا لنقوم بإخراجها ونتأكد إذا كانت إجابتنا صحيحة أم لا.
أوه إنها جميلة جدا. نعم إنها من كنت أتوقعها، ولكني لا أعرف ما اسمها. سأزيل عنها الملابس لأرى ماذا تلبس. أوه إنها تلبس شورت باللون الأخضر، إنه جميل جدا. ها هو من الخلف أيضا جميل، عليه حزام. انظروا إلى شعرها كم هو جميل، تربطه، ومن الأمام تنزل هذه الخصلة الجميلة. هي الشخصية التي حصلنا عليها، اسمها توانغ. إنك جميلة يا توانغ، أهلا وسهلا بك. سأضعها الآن بالماء البارد وأرى إذا كانت ستتغير. لم يحدث شيء، بقيت كما هي. سأجرب الماء الدافئ لعلها تتغير. أيضا لم يحدث شيء. يبدو أن هذه الشخصية تستطيع فقط إخراج الماء من فمها، ولكن لا يتغير لونها. انظروا. والآن هل أنت مستعدة يا توانغ لقياس ملابسك؟ نعم نعم أنا متحمسة كثيرا، أريد أن أقيس ملابسي. حسنا اذهبي وقيسي ملابسك الآن. واو كم أنت جميلة، ملابسك جدا جميلة. أنا جائعة، هل يمكنك أن تعطيني الحليب؟ أه إنه شهي جدا. أين أنتم يا صديقاتي من ذوات الشعر الجميل؟ أريد أن أراكم. ها نحن هنا، أنا ريمبو ريفر. مرحبا يا توانغ، مرحبا بك، أنا سعيدة لأنك أتيت. تعالي يا سارة شاهدي صديقتنا الجديدة. ها أنا قادمة. مرحبا يا توانغ، أنا سارة. مرحبا يا سارة. ها هذا رائع، أخيرا أصبح لدينا أصدقاء. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم في مشاهدة هذا الفيديو. إذا أعجبكم اشتركوا في قناة A&Y Toys لمشاهدة المزيد من الألعاب، ولا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. إلى اللقاء في فيديو لاحق.